لكم معانا حلقه جديده من سفره طبيعيه فضل البلد معاكم توته مراد. هنعمل النهارده وصفه اقتصاديه وموفره وسريعه وطعمها حلو جدا، وهنعمل جنبيها نوع سلطه يمشي معاها شويه. هي يعني قريبه ممكن نقول من الكوبيبه، لكن طريقتها يعني اختلاف بسيط ان هي مش بتكون محشيه، فبالتالي انا عندي كميه لحمه قليله قصاد برغل كتير. هي كفته البرغل سهله جدا وبسيطه، طعمها روعه، تقدر تسويها قلي او تسويها في الفرن او تشوحيها في طاسه مع شويه زيت، يعني بصراحه تقدري تسويها باي طريقه. طيب تعالوا نسميه بسم الله ونشوف مقادير الكفته بالبرغل، وهنعمل كمان جنبيها شويه تبوله زي ما بناكلها بالظبط في المطاعم اللي بتقدم الاكل الشامي او الاكل السوري. طيب مقاديرنا عباره عن ايه؟ معايا كوبايتين من البرغل، معايا ربع كيلو لحمه دسم قليل، مش عايزه يكون دسم كتير، يعني 10% هيكون كافي جدا، مش عايزه الدهون الكتير، ممكن تخليها تفك معايا. معايا بصله مفرومه، والبهارات بتاعتي بقى كبابه صيني وقرفه، بهارات لحمه، ملح وفلفل اسود، بصل باودر وتوم باودر، وشويه بابريكا. وطالما مستخدمه بصل عادي، بصل فريش، هحط البصل الباودر قليل شويه، ممكن ازود شويه في التوم لاني مش حاطه في العجينه بتاعت الكفته ذات نفسها توم، تمام؟ معايا بقى الخلطه للتغليف، انا مش هعمل بيض وبقسماط ولا هعمل دقيق ولا هعمل حاجه من الكلام ده، لكن الفكره ان انا عايزه الكفته بتاعتي يطلع شكلها من بره ناعم جدا، فده هيكون بايه؟ بان انا هعملها خلطه عباره عن ميه ونشا بس، هتديني طعم ولون من بره حلو جدا عن لما اقليها على طول بدون الخلطه دي. عندي كمان في المقادير ربع كوبايه ميه متلجه، ودي تكه بقى هتخلي الدهون عندي تربط جوه الكفته، فبالتالي هتلم معايا على طول، مش محتاجه ازود نشا، مش محتاج ازود دقيق، مش محتاج ازود بقسماط ولا بيض ولا اي حاجه من الكلام ده. طيب التبوله بقى مقاديرها عباره عن ايه؟ معايا بقدونس مفروم، بقدونس كتير، حبه بقدونس حلوين. معايا نعناع مفروم، بصل مفروم، طماطم متقطع صغنن خالص، نص كوبايه برغل منقوع ومتصفي كويس جدا، عصير ليمون، زيت زيتون، رشه ملح، رشه فلفل اسود، وشويه دبس رمان، وخلاص ما عنديش اي حاجه ثانيه. مقادير النهارده سهله وبسيطه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس في الاخر هلاقي نتيجه حلوه جدا. فكره الكفته بالبرغل مش هقول قريبه شويه من كفته الرز، لكن الفكره انها بترمي معايا كميه حلوه، يعني اقدر ان انا الوصفه بتاعت النهارده اعمل منها كميه واشيلها لرمضان ان شاء الله يا رب يدخل علينا كده بالخير والسعاده على يعني الشعب العربي كله. فدي من الحاجات اللي ممكن تتفرزن، يعني ممكن انا اعمل كميه بقى كيلو 2 كيلو واشيلها عندي في الفريزر، وقت ما عاوز اقدمها هطلعها اسيبها تهدى شويه وابتدي ان انا اقليها او ادخلها الفرن تستوي. انا بالنسبه لي هفضل ان انا اعملها مقليه لاني هشكلها شبه الكوبيبه شويه، لكن مش هتتحشي. تقدري ان انت تحشيها، بنعملها خلطه لحمه مع الصاجه مع شويه قرفه، شويه جوز الطيب لو حابه، شويه كباب صيني مع بصلايه، كل ده يتحمر مع بعض، وفي الاخر قبل ما بقفل بزود شويه دبس رمان، ولو عندك شويه حبه صغنين خالص عين جمل او صنوبر، بس هو يعني سيبكم الصنوبر لانه غالي جدا، شويه عين جمل، فول سوداني والله هيمشي برده، مش هيقول لا. اقدر ان انا احشيها الخلطه دي واعمل نفس كاني بعمل الكوبيبه بالظبط، يعني هي المقادير قريبه، ما فيهاش اي حاجه صعبه، بس الفكره ان هي هترمي معاكي كميه كبيره. طيب انا هعمل اول حاجه عندي، هعمل بس الصوص بتاع التبوله، هبتدي بيه الاول وبعدين نكمل في الكفته. طيب تعالوا نشوف الصوص بتاع التبوله عباره عن ايه. هيبقى عندي عصير ليمون، هي بتكون مززه، في ناس كمان بتزود سماء، برده بتكون حلوه جدا، وحبه زيت حلوين كده، وادي ملح، فلفل اسود، واقلب كل الحاجات دي مع بعض. سهله جدا وبسيطه، ما تاخدش وقت خالص، بس في الاخر طعمها بيكون روعه. بص قطعت الطماطم، انا كمان بشيل القلب بتاعها عشان ما الاقيش السلطه بتاعتي منزله ميه، فبالتالي التقطيعه دي مناسبه جدا اهو. وادي البقدونس، بصوا التقطيعه كل حاجه تقطيعتها صغننه جدا، خلي الحاجه تقطيعتها صغيره عشان في الاخر تديك النتيجه زي بتاعه بره بالظبط. شوية نعناع كده حلوين، ما عندكيش نعناع فريش ممكن تستخدمي نعناع مجفف عادي جدا، ممكن تستغني عنه، مش كل الناس بتعملها بالنعناع، بس بيدي طعم بسيط جدا حلو قوي. وادي البصل، نقلب كده كل الحاجات دي مع بعض اهو. الريحة بقى اللي طالعة عندي دلوقتي ايه؟
ريحه عصير الليمون. بصوا التقطيعه عندي عامله ازاي مع الزيت، زيت زيتون طبعا يفضل يكون زيت زيتون، وهحط بقى شويه من ايه، من البر. تعالوا بس نشيل دول اهو حالا دلوقتي. طيب بصوا عندي هعمل ايه، ادي اهو البرغل، انا هقسم يعني هاخد شويه من عندي بتاع الكفته هاخده للسلطه اهو، ده بيكون شكله. هقول كمان لو عايزين النوع اللي انا بستخدمه، روعه جدا جدا، طعمه بيطلع تحفه بالظبط كده، ومش بيبان فيه اي ريحه ولا بيكون وحش خالص اهو. هعصره بس من اي نقطه ميه زياده اهو، بشيل بس الميه الزياده كلها منه، وابتدي حوالي نص كوبايه، نص كوبايه قبل النقع، بنقعه في ميه دافيه حوالي تلت ساعه مش اكتر من كده، وخلاص بيكون عندي زي الفل اهو. شايفين الشكل بتاعها بقى عامل ازاي. اخر حاجه هحطها ايه، دبس الرمان. شايفين شكلها حلو زي بتاع بره بالظبط. دبس الرمان على فكره اختياري، عندك رمان ممكن تحطي برده شويه رمان مفيش مشكله، بيدي طعم حلو جدا اهو. وكده خلصت عندي التبوله، اظن مفيش سهوله بعد كده. شايفين شكلها، التقطيع الصغيره بتفرق جدا، تديكي ان شاء الله نتيجه زي الفل. هناخد فاصل سريع ونرجع نعمل مع بعض الكفته بالبرغل ونشوف ازاي ما تفكش منك، وتكت النشا بالميه دي هتفرق 180 درجه. فاصل ونرجع على طول من تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم، والكفته عندي اهي منوره، وحطيت التبوله في الاطباق. شايفين الشكل، مهم جدا لما تيجي تعملي وصفه زوقي الطبق، مش بس ان احنا نطلع الحلل كده على الترابيزه، لا زوقي الطبق عشان العين بتاكل قبل المعده او البق يعني. المهم نظبط الطبق، لسه عندي كمان بحمر شويه بطاطس او عشان احطها معاها عشان تديني شكل في الاخر حلو. شايفين التبوله شكلها حلو ازاي، كله صغنن صغنن، هيديكي في الاخر نتيجه حلوه جدا. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه، الكفته اللي بالبرغل ايه الفكره بتاعتها، او ازاي تطلع معايا مظبوطه وزي الفل. هاخد اول حاجه عندي ادي البصل، معلش هدوخك ورايا يا استاذ تباعي عشان ايه، هنقل الحاجه هناك عشان يبقى كله مع بعض. نقطه مهمه جدا، لازم لازم وضروري ان انت تنعمي الكفته بتاعتك، يعني ما اجيش انا اجيب اللحمه مثلا خشنه فاجي اديها فرمه وش واحد فهتلاقيها شقلبت وشكلها مش حلو خالص. هوريكم قدامكم نعملها ازاي وتطلع مقفوله وناعمه جدا زي اللي انا مجهزاهم قبل الهواء. طيب نسمي بالله كده ونشوف هنعمل ايه. عندي اول حاجه ادي اهو، انا برضو معلش هتاكد عشان مش عايزه ولا نقطه ميه اهو. شايفين الميه الزياده اللي بتنزل دي، دي انا مش عايزاها خالص، يعني لو كنت الحماس اخدني ورحت حطها على طول لا كانت هتفك معايا مش هتبقى حلو خالص. فبعمل ايه، بصفي كل الميه اللي فيها عشان مش عايزه ولا نقطه ميه. ادي اهو ناخد كده كل الكميه بتاعتي. طبعا في ناس تحط كميه البرغل قد كميه اللحم، دي اختياري بقى، يعني انت حابه ان انت طعم اللحم او اللحمه تكون كتير عن البرغل ممكن مفيش مشكله تحطي مثلا ربع كيلو برغل قصاده ربع كيلو لحمه. ممكن على فكره تستغني عن اللحمه خالص وتكتفي بس ان هي تكون كفته برغل، بس احنا من الناس اللي نحب نحس بطعم اللحمه حتى لو بسيط عشان احس ان انا اكلت لحمه، يعني عشان في البيت بس ايه ما يتخانقوش معاكي يقولوا لك انت عامله لنا اكل من غير لحمه، فنحط يا دوبك ربع كيلو، 150 جرام حتى ممكن تقللي عن الربع كيلو هيبقى لطيف جدا. ادي اهو بصوا بقى كل الميه اللي عندي دي انا مش عايزاها خالص. سمي بالله كده واخد كل الكميه. صباح الورد، ازيك يا منال؟ ايه الحاجات الجميله دي، وحشتيني قوي والله. انت وحشاني اكتر بكتير. انت فاكره لما انا كنت طلبت منك الكفته بالبرغل ديت كان من حوالي مثلا ثلاث اسابيع كده؟ انا اتاخرت ده كله. انت علاء الدين، انت اي حاجه احنا نفكر فيها انت تعمليها على طول. ربنا يفرح قلبك والله. انت بعد كده مش الشيف توته، انت علاء الدين. يا روح قلبي، احنا يا دوب نفكر في الحاجه نلاقي على طول الشيف توته تعملها. قلب الام، قلب الام والنبي انت عسل. يا روح قلبي، ربنا يكرمك. ايديكي حلوه قوي قوي، وحلوه قوي التبوله، وسهله جدا. سهله جدا، ما فيهاش اي حاجه صعبه. تصوري ان انا عمري ما عملتها، دايما كنت بتاكلها من بره بفكر ان هي صعبه جدا. مفيش، كل اهم حاجه التقطيع الصغيره يا منال، قطعتي حاجه صغيره تديكي الشكل الحلو ده. جوزي قاعد جنبي عمال يقول لي هم بيقطعوا الطماطم ديت ازاي. اعمل لكم ان شاء الله فيديو عن التقطيعات والله ممكن، بس على صحتي. هي متقطعه عادي، متقطعه عادي ولا مبشره ولا لا لا لا، شايله القلب بتاعها ومتقطعه بالسكينه صغير خالص، تاخديها كده بالعرض بالطول وبعد كده بالعرض. لا بس تسلمي ليكي، عجبتني جدا. قلبك يا روحي، ربنا يكرمك ويفرح قلبك. زي الفل، صباحك زي الورد يا روح قلبي.
حبيبتي نورتيني يا منال. طيب احنا بنعمل ايه بقى؟ ركزوا معايا. بفرم الاول البرغل مع ايه؟ مع البصل. دي خطوه مهمه جدا اهو، لازم انعمه كويس جدا بالحروف اهي. هبتدي انزل الحروف عندي عشان عايزه الخليط يبقى عامل زي العجينه بالظبط، عشان ما تفكش مني في الزيت وتفضل ماسكه نفسها وحلوه جدا. ناخد اهي، ابتدي انزل كده زي ما انتم شايفين الحروف اهو، وناخد فرمة كمان. عايز تبشري بصل ابشريه، مفيش مشكلة. كده زي الفل. ننزل بيه دلوقتي بقى، هنزل باللحمة بتاعتي وعيني برضو على البطاطس اللي احنا بنحمرها ايه للتقديم، عشان يبقى الطبق كده كامل كله مع بعض، كأنك بالظبط قاعدة في مطعم بتاكلي الكفتة الحلوة دي. نشيل كده البقدونس اللي طار، ونسمي بالله كده ونضرب ضربة كمان. صباح الورد يا آية. أيوة ازيك يا عمر؟ الحمد لله. عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا رب دايما. قوليلي عندك اي سؤال؟ ايه؟ عندك اي سؤال؟ قوليلي. ينفع تعمل لي ورق العنب؟ عيوني حاضر. ندى هتكتب دلوقتي على طول الاعداد ونعمله لك ان شاء الله الاسبوع ده. صباحك زي الورد يا روحي. الو. ايوه يا روحي معاكي. انا سامعاكي والله. قولي. كلمي خال، كلمي ابن خال. اديهوني يا روحي. كلمي ابن خالي. اديهوني. اسمه ايه طيب؟ قوليلي. الو. ايوه ازيك؟ اه طبعا. ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي عندك اي سؤال؟ ايه؟ عندك اي سؤال؟ الحمد لله يا رب دايما. ايه؟ قولي يا حبيبي عايز وصفة ايه؟ انا عاوز ورق العنب بيتعمل ازاي؟ عينيا حالا. صباحك زي الورد. شفتوا بقى شوية المية الصغيرين اللي انا نزلتهم دول هيفرقوا جدا ان هو هيربط عندي الخليط ويخليه زي الفل. طيب انا عندي كميه كبيره شويه على الكبه، الكبه صغننه، فبالتالي انا هقسم الكميه نصين. تعالوا نشوف هنعمل ايه. ادي اهو هاخد كده ايه حضرة. طبعا لو عندك مفرمه لحمه هتبقى الطف بكتير بدل ما انا احط شويه بشويه. صباح الورد يروح قلبي يا جمال ويا جمال. يروح. يا عامله ايه يا قمر؟ عامله ايه؟ اخبارك انت ايه؟ الحمد لله والله. يا رب. وريان عامل ايه؟ ليه مالك؟ الف سلامه. طيب جامد جدا يا روح قلبي. الف سلامه عليك. تقلي طيب في الهدوم بقى واشربي شوربه كتير. والله متقله ومضايح نفسك يا كده يا روحي. الف سلامه عليكي يا قلبي. يا رب ما اشوفش فيك اي حاجه وحشه. اول ما صحيت لقيتك مباشر، وامبارح ما لقيتكيش مباشر. معلش يا روح قلبي. لا ما اقدرش والله على زعلك، انت حبيبه قلبي. النهارده بقى ايه؟ لسه قايمه وببص على التلفزيون لقيت بابا جاي من صدى البلد. ايه؟ بدات افتح روح قلبي صدى البلد لقيت مباشر. مباشر انا معاكم على طول. فرحت جايه يعني. روح قلبي. صباحك زي الورد. ريان عايز يكلمك. اديهوني. ازيك يا طنط يا حبيبتي؟ ازيك يا روح قلب طنط من جوه؟ عامل ايه يا روح؟ والله انت وحشني اكتر. خلي بالك من دارين بقى عشان عيانه. عايز سايت المكرونه بالبسلام. عيوني حاضر. هنكتب ندى هتكتب ورق العنب والمكرونه بشاميل، وعينيا ليكم نعملهم ان شاء الله. صباحك زي الورد يا روح قلب. طيب انا هطلع البطاطس اهي عشان بس نقدمها مع الطبق الحلو بتاعنا، ونعمل الكفته حالا دلوقتي على طول. لو خدتوا بالكم من شويه الميه المتلجه اللي انا حطيتهم بيفرقوا جدا، بيخلي الخلطه بتاعتي تمسك وتبقى زي الفل. ازيك يا صفاء؟ صباح الورد يا صفاء. صباح الكل حبيبتي. صباح النور. عامله ايه يا قمر؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله ايه انت يا حبيبتي؟ بخير والله طول ما انتوا بخير. الله يخليك يا حبيبتي. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي عاملاها. تسلم قلبك وذوقك والله. انتوا اللي عيونكم حلوه. تسلم يا حبيبتي. بس انا بصي معلش ممكن صوتي بس اوصله ل طبعا. اتفضلي من غير بس ما ارجوكي ما تقفلوش عليا الخط بعدين. اتفضلي انا معاكي اهو. ماشي يا حبيبتي. معاكي. انا عندي مشكله ونفسي رئيس السيسي يسمع المشكله بتاعتي. اتفضلي قولي.
بصي حبيبتي انا طبعا مسلقه ومقيمه في شقه والدي. تمام. ايجار قديم. تمام. بصيت ومن حقي وباخد المعاش، بصيت لقيت من يومين جايين المحضر بانذار طرد. طيب تمام. من غير ما اتبلغ. طب انا دلوقتي ماليش مكان اروح فيه، يعني ابقى ام الشابين وفي الاخر هي تتمكن من الطرد. طيب اكيد اكيد في صوتك هيوصل، دي رقم واحد. في اكيد ناس مسؤولين في البلد بيتفرجوا علينا او على الاقل هيوصل لهم صوتك من الكنترول. طيب انا عملت ايه عندي؟ طبعا نورتيني بتليفونك. بصوا العجينه عندي عامله ازاي؟ يعني انا كمان لو كان ممكن انعمها عن كده كنت نعمتها، بس عشان الوقت هحط بقى دلوقتي البهارات بتاعتي. هي عباره عن ايه؟ ادي ملح، فلفل، شويه بابريكا، بصل باودر بسيط لاني حاطه بصل فريش، فمش عايزه البصل يبقى ايه؟ طعم البصل فريش يكون ظاهر اكتر، وشويه توم كده حلوين اهو كده. نلم الحاجات دي وابتدي اعمل ايه؟ اعجنها مع بعض كويس جدا اهو. طبعا اي نوع كفته في الدنيا لازم يريح في الثلاجه على الاقل نص ساعه، مش اكتر مش اقل من كده، عشان الدهون بتاعتي تمسك وتبقى زي الفل. انا حطيت كمان شويه من بهارات اللحمه اهو، شايفين الخلطه بتبقى عامله ازاي اهي، شايفين الشكل بتتشكل بكل سهوله، مش بتلزق في ايدي. يعني انا بمسكها، وحتى الجوانتي بيكون متعب جدا في التشكيل، بس ما شاء الله العجينه مضمونه جدا اهي، شايفين شكلها. طبعا لو دخلت عندي وريحت كمان في الفريزر مده نص ساعه مش اقل من كده هتطلع معاكي نتيجتها احسن واحسن. طيب الخلطه بقى اللي انا بقول لكم عليها اللي هي سر الكبيبه عموما او الكفته، اللي هي ايه الخلطه دي؟ ميه، وادي شويه من ايه؟ النشا. هقلبهم كده مع بعض. دي بقى هتعمل ايه؟ هتساعد ان الكفته بتاعتي او الكبيبه تبقى من بره ناعمه زي الحلوين اللي انا مجهزاهم قبل الهواء اهو. مش عايزه خليط سايل ولا عايزاه ميه قوي، يعني وسط، مثلا ربع كوبايه ميه عليها معلقه كبيره من النشا، واقلبهم كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده نروق مكاننا عشان اشكل الكفته وتنزل على طول عندي في الزيت. تعالوا نشوف ايه الدنيا. طيب ادي عندي اهو، باخد كده بايدي اعمل كده بدل الزيت بقى. تمام اهو شويه ميه بالنشا، واخد كده اهو وابتدي ان انا اعملها اهو اي شكل انت عايزاه. هوريكم برده ممكن الكوبيبه تشكليها ازاي، لانها بتكون ازمه بالنسبه للناس تشكيلها اهي، شايفين؟ عايز تديها بقى مثلا حته كده زي الكوبيبه شكل اهو. تمام واخدها على الزيت طبعا، عشان برضو انا بحاول اقول لكم تشكيلها بيكون ازاي والسوا بيكون ازاي. لازم بعد ما تشكليها كده بصوا ناعمه ازاي عندي، تدخل الفريزر نص ساعه، يعني انا هجازف واقليها على طول وان شاء الله تظبط وتبقى زي الفل، لكن لازم تدخليها تشمع الفريزر 10 دقائق. سمي بالله كده وننزل في الزيت. حلو الزيت مش سخن قوي. طيب دي الكفته. الكوبيه بقى لو عايزه اشكلها شكلها ازاي؟ هاخد برده شويه من الميه بالنشا، اقول لكم عشان لو عايزين تحشوها كمان. ادي اهو اعملها كده تمام، وبعمل فتحه فيها كده زي ما انتم شايفين، وببتدي ان انا ايه ارقها اهو. ده لو انا ايه هحشيها اهو، بصوا ماسكه ازاي معايا ما شاء الله، ولا ريحت ولا اي حاجه اهو. بعمل زي فجوه جوه ابتدي احشيها اهو، شايفين متماسكه جدا وزي الفل. بحشيها، بعد ما حشيتها بعمل ايه؟ بروح قافله كده بلمها بين ايدي تمام، واعمل كده. طبعا هي تبقى مليانه فالحركه دي مش هتخليها تقفل على بعض، واروح عامله كده اهو اظبط ده. طبعا لما بتبقى مليانه من جوه بتبقى ان انت مش هتطبقيها او ان انت مش هتبهدليها وانت بتظبطي اهو، شايفين الشكل اهي. بتبقى نظبط دي كده اهو اهو، بتكون بالشكل ده. طبعا انا مش ظبطها قوي عشان جوه فاضي، فانا ايه ان شاء الله نعملها لكم قريب. الحشوه بتاعتها كمان مميزه جدا، بعملها انا بعين الجمل مش بالصنوبر طبعا، فبالتالي بتبقى طالعه معاكم زي الفل اهو. ناخد شويه من الميه والنشا اهو، نظبط كده الشكل وناخدها على الزيت على طول اهي، شايفين ناعمه جدا، وده اللي هيخليها تظبط معايا ويبقى شكلها حلو وطالعه زي ما بناكلها من بره بالظبط. نجيب كده اوريكم اخبار الشكل بتاعنا ايه
في الزيت اهي. بصوا طالعه عندي متماسكه ازاي، زي الفل، ولا فكت ولا ريحت نص ساعه في الفريزر اهي، طالعه يعني ما شاء الله حلوه جدا اهي. النار ما بتكونش في الاول عندي بتكون عاليه، لكن بعد كده بهدي النار شويه، خصوصا في دي الكوبيبه ممكن ما تطولش شويه على النار، لان اوريدي الحشوه جوه بتبقى مستويه، فبالتالي جوه عندي في فراغ كبير، فما ببقاش محتاجه ان هي تاخد مده سوية، يعني نار عاليه. بعد كده هدي دقيقتين ثلاثه وتطلع عندك زي الفل. نكمل بقى دول اهم، ناخد كده دول هناك. تعملي بقى كيلو، تعملي 2 كيلو على قد ما انت حابه، تقدري انك تعملي عشان تفرزنيها لرمضان وتبقى عندك متشاله. يوم تعملي شويه بطاطس محمره او شويه مكرونه وخلاص، يبقى الموضوع عندي جاهز وزي الفل. نكمل بقى دول اهو، شويه بقى الميه بالنشا دول سحر فعليا، بتخليها زي ما انتم شفتوا طالعه ناعمه جدا، طالعه ما فيهاش اي شقوق. الناس دايما بتتعقد من الكفته اللي فيها برغل عموما او الكوبيبه، انها بتفك في الزيت اهي، طالعه معايا ولا ريحتها قبل ولا بعد ولا اي حاجه اهو. نكمل كده دول ونبقى خلاص، وابتدي اقدم الاكل بتاعنا من غير اي صعوبه. طيب طلب مني مكرونه بالبشاميل، مكرونه بالبشاميل سهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه، الفكره كلها ان انت تظبطي البشاميل، يعني اعتقد هي التكه الوحيده فيها او الازمه الوحيده فيها هي ايه؟ البشاميل. طيب البشاميل مقاديره ايه؟ معايا معلقتين كبار من السمنه او الزبده، بشوحهم معاهم معلقتين كبار من الدقيق، لما الدقيق يبتدي لونه يغير حاجه بسيطه قوي ويبتدي ان هو يعمل زي فقاعات، بنزل بكوبايتين من اللبن وبس خلاص، بقلب على النار مجرد ما حروفه تغلي ببتدي اقفل، ان بيكون كده عندي الدقيق استوى، واظبط ملح وفلفل، رش جوز الطيب وخلاص، ما عنديش اي حاجه ثانيه. اللحمه المعصجه في ناس بتعملها ني في ني، وفي ناس بتشوح البصل الاول على حسب انت بتحبي ايه، الاثنين بالنسبه لي تمام. بحط بصلايه على النار تتبل، احط اللحمه المفرومه في نص استوى، بزود ملح وفلفل جوز الطيب، رشه كبابه صيني او بهارات لحمه لو حابه، رشه قرفه بسيطه، وابتدي ان انا اشوحهم مع بعض. دي بتكون اللي هي مش حمراء، يعني الصلصه او اللحمه المعصجه بتاعتي مش بتكون بصلصه، عايزاها انت بصلصه. قدامك حاجتين، يا تزودي طماطم مبشوره، يا اما تزودي معلقه صلصه كده وتتشوح على النار وخلاص، تبقى عندك جاهزه وزي الفل. خلاص هعمل واحده كمان ويبقى كده عندي الموضوع تمام التمام. عايز تعملي العجينه دي زي ما انا عاملاها كده وتشيليها عجينه زي ما هي في الفريزر، تقدري برضو تشيليها بدون اي مشكله، تطلعيها تفك وتبتدي ان انت ايه تشكليها زي ما انا عامله، وتعملي خليط الميه والنشا، ودي افضلها اكتر. بس كده تمام التمام. تعالوا بقى نشيل حاجتنا كده ونروق مكاننا ونبتدي نقدم الاكلات بتاعتنا. نقدي كمان استاذ سبايا هنا نزلها لكم على الشاشه عشان تقدروا ان انتوا تصوروها على طول، الحاجه شكلها يفتح النفس، اكله سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه صعبه ولا فيها اي حاجه مكلفه كمان. اهو طلع بقى الحلوه اللي انا عاملاها ايه؟ نصطادها. بصوا عندي شكلها حلو ازاي؟ طالعه لونها اللون ده حلو جدا، مش عايزه يكون اكتر من كده، ما تغميهاش عن كده عشان تطلع معاكي مظبوطه وزي الفل اهي. بس كده اهي، لسه دول ملونوش قوي يعني، دي لونت شويه اهي، هزودهم برضو على الكميه اللي عندي هناك وبس خلاص. دول هسيبهم بقى يستووا براحتهم زي ما انتم شفتوا، اكله سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه صعبه، ان شاء الله يا رب تجربوها وتطلع معاكم زي الفل. وكل حاجه تنزل طبعا على صفحتي، بننزل اول بالحلقه وبعد كده بالليل بننزل بقى احنا ندردش مع بعض بالمقادير والصور وكل حاجة. أنقل بس الحاجة دي كده جنبي اهي، ناخد كده دي عشان كمان ازود البطاطس وبس خلاص، ما عنديش اي حاجة تاني. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، جربوا بقى الكفتة دي، هستنى تطبيقاتكم عشان تنزل تنور هنا الشاشة باسمكم، فهستنى ان شاء الله على الخاص ابعتولي تطبيقات الكفتة بالبرغل بتاعتنا النهاردة. وتعالوا كمان نزود كده دول اهم، وادي شويه توميه وخلاص، على كده ما عنديش اي حاجه تانية. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، هستنى بقى كل حاجه على صفحتي مطبخ توتا مراد. تعالوا ناخد فاصل سريع جدا ونرجع على طول لفقرتنا الطبيه.
رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم، معايا ضيفي اللي دايما منورني دكتور اكرم غانم، وعاملين له الفطار جاهز اهو، بس شويه ونجيب له كوبايه شاي بلبن. ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ انا مبهور بالهاي تي اللي انت عملتيه. ايه رايك؟ وبسكوت اليانسون. ما عملناش شاي بلبن على الهوا. وبسكوت ده رائع، وبسكوت اليانسون ده حلو ولا حادق؟ عارفه بط برتقال؟ لا ده ده حلو على فكره، ان شاء الله تدوقه يعني. يا رب يخليكي. اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا دكتور. النهارده بقى الناس كلها قلقانه يا دكتور، موضوع الكورونا وموضوع المناعه، وان الاطفال دخلت كمان في القصه دي، وان الموضوع ما بقاش بس بيستهدف الجهاز التنفسي، لا ده كمان موضوع الجهاز الهضمي، فدي ناس كتير مرعوبه وقلقانه من الموجه اللي جايه كمان التالتة. انا ليا صديقي توفى، معالي السفير حسين، سفير السودان السابق في دوله تونس، ربنا يرحمه يا رب ويغفر له. نفس الفكره، انت النهارده ترجيع ودنيا شويه سخونيه، وثالث يوم اكسجين اقل شويه، والله يرحمه. فانا عايز اقول لك، لا الكورونا مش هزار يا اخوانا، ارجوكم، كورونا بيضرب جهاز تنفسي، بيضرب جهاز هضمي، لازم اخد بالي من مناعتي، لازم اخد بالي من التباعد الاجتماعي. انا ما بلعش الكمامه غير على الهواء. انا غير انا وانا داخل قبل الهواء، قبل الهواء بدقيقه على طول، وكحول الناحيه الثانيه، وكحول الناحيه الثانيه. فارجوكم، هي الفكره مش عايزين برضو نقلق الناس، بس الفكره ان لازم احقلها وتوكل. بالظبط، يعني احنا سايبينها طبعا كل حاجه بامر الله، بس ناخد بالنا واللي مكتوب لي هشوفه، لكن انا لازم اخد بالي. فالنهارده بتتكلمي كلوزيز في ثلاث مكونات مهمين جدا للمناعه. بالمناسبه الفيتامينات والمعادن المهمه للمناعه سته. فيتامين ألف، فيتامين د، اوميجا 3، الثلاثه دول موجودين معاك في كل سيزون. معاكي الناحيه الثانيه فيتامين سي وزنك وبي 5، لازم اخدهم من اي مكمل غذائي ثاني عشان اقوي مناعتي. لازم اكل اكل صحي، لازم اخد خضار وفاكهه، لازم اشرب ميه، لازم انام كفايه على الاقل 8 ساعات. كل ده بيقوي جهازي المناعي. طب تعالي النهارده نتكلم على الثلاث مكونات اللي في كل سيزون هيقووا لي مناعتي ازاي. قال لك اول حاجه فيتامين د الانتي اوكسيدنت، يعني ايه؟ يعني بيطرد لك السموم. ففيتامين د اللي موجود في كلوزيز بيطرد لك السموم من الجسم اللي من ضمنها الفيروس كورونا او غيره. طيب تاني مكون اوميجا 3 مهم جدا في كلوزيز، بيعمل ايه؟ بيقوي لك قوات الدفاع اللي في جسمك، كرات الدم البيضاء، ومعروف ان كرات الدم البيضاء دي هي جيش المناعه، بيسل تي سيل سايتوكين وماكروفاج، دي اللي هي المفروض اهتم بيها جدا جدا في الفتره اللي احنا فيها. بوظف بقى خلاص بقيت حياتي. عشان كده الاوميجا 3 بيقويها. من ضمنها الماكروفاج، دي الخلايا الاكوله اللي بتاكل لك الفيروس او بتاكل لك الميكروب او غيره. كمان الاوميجا 3 اللي موجود في كلوزيز بيقول لك بيقوي لك الجهاز الهضمي والتنفس. سبحان الله، ربنا خالق اوميجا 3 اللي موجود معاك في كلوزيز بيعمل لك حيويه ومرونه للجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، الاثنين اللي على الحظ بيضرب منهم فيروس كورونا. طيب ثالث مكون موجود معايا في كلوزيز هو فيتامين الف. فيتامين الف ده قصه كبيره جدا في المناعه. هو انتي اوكسيدنت زي فيتامين د، هو كمان بيقوي لك كرات الدم البيضاء زي البي سيل وتي سيل وسايتوكين وماكروفاج زي الاوميجا 3. فالثلاث مكونات هم اللي موجودين معاكي في الكلوزيز. شفتي اول ما عايزه كمان فيتامين الف اللي في الكلوزيز بيقول لك ايه؟ ربنا خلقه طبيعي، بيعمل ايه؟ بيقوي لك الاغشيه المخاطيه للفتحات اللي بيدخل منها الفيروس. ايه الفتحه اللي بيدخل منها الفيروس؟ عين، انف، اذن، فم، مسام الجلد. مسام الجلد، مسام الجلد هو حجم الفيروس قد ايه؟ انت النهارده بتتكلمي كل صب الملايين على مستوى العالم دول 5 جرام كورونا، فتخيلي حجمه قد ايه؟ يعني اللي حاصل في العالم ده كله 5 جرام 5 جرام 10 جرام. فانت النهارده بتتكلمي، عشان كده بنرش سبيرتو، بنرش طول ما احنا قاعدين. طب تعالي نشوف الاغشيه المخاطيه دي والفيتامين الف اللي موجود في كلوزيز بيقويها ازاي؟ ربنا خلقه كده. الغشاء المخاطي بتاع العين الدموع، الغشاء المخاطي بتاع الانف المخاطي، الغشاء المخاطي بتاع الفم اللعاب، الغشاء المخاطي بتاع الاذن شمع الاذن، الغشاء المخاطي بتاع الجلد العرق. كل دي اغشيه مخاطيه ربنا خالق فيتامين الف موجود معايا في كلوزيز بيقويها، فيمنع لك يعمل لك حاجز او بارير ما تدخلش. وده اللي احنا عايزينه دلوقتي، ده المطلوب. فشفتي الثلاث مكونات اللي موجودين معايا في كلوزيز رفع لك المناعه ازاي؟ لازم اهتم بيهم جدا. طب هل كلوزيز مناعه بس؟ لا، كلوزيز علشان زي كبده حوت، عشان ربنا خلقه حاجه طبيعي فما فيهوش اي اثار جانبيه. يعني هناخده لاي حد، يعني الام الحامل تاخده اول 3 شهور حامل ما تاخدش زي اي حاجه. بس اول ما عدى 3 شهور لازم تاخده. ليه؟ قال لك الاوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيز هيقوي العصب البصري للطفل. فيتامين د اللي موجود في الكلوسيز هيرسب لها كالسيوم على عظمها وعظم الطفل. تكلمي فيتامين الف هيقوي النظر للطفل. اوميجا 3 اللي موجود في الكلوسيز هيقوي الذكاء للطفل، وعملوا دراسات زمان على اطفال امهاتهم خدت اوميجا 3 اللي موجود معاها في الكلوسيز، واطفال امهاتهم ما خدتش نفس المرحله العمريه. فرق جامد جدا في الذكاء. طب تتكلمي انا مش عايز استخسر في الطفل ده، ولنفسها زي ما بقول لك دايما. الطفل هياخد كالسيوم وهياخد حاجته كلها اول عن اخر من الام. هي بقى عوضت ده، ما عوضتش مش بتاعته. صح. فالنهارده عشان كده بقول لك بعد حمل ولاده ورضاعه الام بتبقى جسمها هزيل خالص، اللي هو مثلا يقول لك ان هي لو وقعت رجليها تتكسر، اسنانها تقع مثلا، فبتبقى ضرر كبير. بقول لك ما
مهم جدا 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 كولوسيس للام الحامل. طب يقول لك امراض اصحاب الامراض المزمنه، هل كولوسيس ممنوع لاصحاب الامراض المزمنه ولا ممكن؟ لا بالعكس، ده لازم ياخده. ليه؟ الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس هيبقى مفيد لمريض الضغط، السكر، الكوليسترول، القلب وقايم الجلط. ازاي؟ قال لك جسمنا عادي بيطلع احماض دهنيه مشبعه. الاكل اللي من الشارع والجنك فود والفاست فود في احماض دهنيه والزيوت مشبعه المهدرجة والسمن المهدرج، كل الحاجات دي بالظبط كده. كل ده بيعمل ايه؟ بيسد لك الاوعيه الدمويه. يحصل ايه؟ رفعتي ضغط، رفعتي سكر، رفعتي كوليسترول. يعني مش كبير، يعني عشرينات مثلا دلوقتي الاوعيه الدمويه فيها احماض دهنيه مشبعه، سنه بقى 20 سنه 50 انت ورزقك. واهتمامه بنفسه طبعا، واهتمامه باكله الصحي. فالنهارده بتتكلمي زادت بقى الاحماض الدهنيه المشبعه، قفلت خالص، عملت جلطه، وبنسمع عن جلطات كتيره في سنه صغير، وجت زي ما جت بقى يا دكتور، يعني انت ورزقك. قلب، دماغ، عين، انت ورزقك. فالنهارده بتتكلمي اني لازم جدا اكنس هذه الاحماض الدهنيه المشبعه، الكوليسترول الضار بايه؟ بالاوميجا 3. موجود فين؟ في كولوسيس. هل الاحماض الدهنيه الغير مشبعه جسمك خلاها؟ لا، لازم اخدها من مصدر خارجي معايا النهارده كولوسيس. فتخيلي النهارده انت كنستي الاوعيه الدمويه، فرجعت يسري فيها الدم بشكل طبيعي، ظبطتي كوليسترول، ظبطتي ضغط، ظبطتي سكر، مش بديل لمرض ليه، لعلاج السكر. حضرتك دايما بتعيد النقطه دي لنا المره المليون، عشان محدش يفتكر ان هو علاج، هو مكمل غذائي زي اي فيتامين بتاخديه. حتى احنا في فتره الحمل نلاقي دايما طبيب المختص بيدينا دايما فيتامين، فاحنا مش بس ان انا يبقى عندي حاله مرضيه بيكتب الكولوسيس تحديد، ده اكيد ده لازم يكون موجود للفوائد اللي اتكلمنا عليها. فالنهارده بتتكلمي انا مع علاج السكر لازم اخد كولوسيس، مع علاج الضغط لازم اخد كولوسيس، مع علاج الكوليسترول لازم اخد كولوسيس، خايف من الجلطه، حاسب بوجود الجلطه، الكوليسترول عندي عالي، لازم اخد الكولوسيس، هيعوض لي وهيظبط لي جسمي في المواضيع دي كلها. كولوسيس بقى في موضوع مريض السكر، يقول لك مريض السكر عنده وقت معين مش قادر يكمل اليوم. طب اللي بتعمل ريجيم مش قادر، ايه الطاقه نزلت، طب نعمل ايه؟ هل الكولوسيس له دور؟ طبعا. ليه؟ الاوميجا 3 كانها ما بيروحوش بقى يا دكتور للكولوسيس، هم بيروحوا للمطبخ ياخدوا سكر وياخدوا عسل. عارفه السكر والعسل فيه قد ايه؟ عارفه السكر. طب تعالى نعمل مقارنه. السكر والعسل ده جلوكوز بيدي 36 اي تي بي، ايه الاي تي بي؟ وحده يقاس الطاقه. طب الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس 146 اي تي بي، زائد تتكلمي اربع اضعاف، زائد تتكلمي جلوكوز طاقه بتنزل. الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس طاقه ثابته لان احماض دهنيه غير مشبعه، فبتمتص ببطء فيديك الطاقه على مدار اليوم. مش لازم ان انا اروح زي ما احنا دايما متعودين حد عنده هبوط نجري على طول بس نديله. انا لو عندي هبوط مش هاخد الكولوسيس، انا عايز اداوم عليه بالظبط. هي المفروض النهاردة تبقى بصفه مستمره، انا مش هاخد الكبسوله هيرفع لي زي ما الجلوكوز بيرفع، لا ده مداومه عليه، مداومه على الكولوسيس بشكل يومي. طب تيجي نقول الجرعه بتاعت الكولوسيس من سنه لسبع سنين كبسوله واحده كولوسيس، 7 ل 17 كبسولتين كولوسيس، 17 فما فوق، 2 الصبح و2 المغرب كولوسيس، هيديني طاقه، مناعه، صحه. الطاقه اللي بقول لك عليها المريض السكر اوعدك ان هيستغنى تماما، انه يلخبط سكره، يحتاج سكريات، يحتاج عسل، ما يهبطش. انا هقول لك الكولوسيس هيدي الطاقه دي. طب تعالي بقى نكمل الاوميجا 3 اللي موجود في الكولوسيس. الاوميجا 3 بيقول لك بيرفع من مستوى الذكاء والذاكره والتركيز، بياخدوه بره كوقايه من الزهايمر. كل ده الاوميجا 3 موجود في الكولوسيس. دايما بقول لك اوعي تقول انا عايزه في الصيدليه اي اوميجا، مع احترامي التاج كامل لاوميجا 3، اوميجا 3 وفوائده بس الواحده بس الواحد. طب تعالي نشوف بقى الفيتامين ا وفيتامين د. قال لك فيتامين ا الموجود في الكولوسيس مهم جدا زي ما اتفقنا من شويه للمناعه، كمان مهم جدا للنظر. يعمل ايه؟ الاطفال الصغيره بتلبس نظارات، الكبار 40 45 سنه يقول لك حتى لو كان نظري كويس لازم تلبس نظارات. يعني طول حياتي نظري كويس جدا فجاه 40 45 لازم تلبس نظارات؟ لازم تلبس نظارات. طب انا ههتم بقى فيتامين ا، ههتم بالكولوسيس؟ لا، هاخر ده ممكن ما احتاجهاش خالص. طب من بدري هي احنا كدا. بنحاول نفهم يا دكتور الناس دايما إن بقولك لما تذاكري من اول يوم غير لما تذاكري من نص الترم، غير لما تذاكري ليله الامتحان، غير لما تذاكري خالص بالزبط. انا عايز اهتم بالكولوسيس. فالنهارده بتتكلمي عتمه عين، ميه زرقاء، ميه بيضاء، كل دي مشاكل في النظر. اهتمامي بالكولوسيس من بدري، اهتمامي بفيتامين ا اللي موجود في الكولوسيس هيقيني منها، ممكن ما احتاجهاش خالص. تعالي بقى نتكلم فيتامين ا. يقول لك فيتامين الجمال بيعمل ايه؟ بيخلي البشره تنتج كولاجين. وما ادراك ما الكولاجين؟ كمضاد للتجاعيد، والتجاعيد ما بقتش بتيجي من سن كبير، لا للاسف 20 25 سنه، تراب، تلوث، مكياج، قله اكل صحي، قله فيتامينات، قله شرب ميه، قله شرب ميه، قله نوم، وساعات بيولوجيه في النوم. فبتتكلمي كل ده قوي تجاعيد في البشره. فالنهارده بتتكلمي كولوسيس في فيتامين ا، فيتامين ا هيحفز بشرة تنتج كولاجين لكل فوائده اللي اتكلمنا عليها. الشعر، الضوافر، الضوافر كمان يقول لك فيتامين د. طب ما تيجي ندخل على فيتامين د. فيتامين د اللي موجود في الكولوسيس يقول لك برو هرمون، بيجي منين؟ من اشعه الشمس. ما فيش شمس، احنا في شتاء. حتى لو في شمس احنا بننزل في الوقت اللي الشمس فيه غلط. طب الوقت، فانا بالتالي بشرتي تضرر. قبل 9 الصبح او من العصر للمغرب ما بتعرضش لده، ولو اتعرض لازم اعرض جسمي بشكل معين. عشان كده الاجانب بييجوا
ياخدوا الشمس بتاعتنا وما يسيبولناش حاجه. فانت بتتكلمي النهارده فيتامين د موجود في الكولوسيس هيديني احتياجي اليومي اللي محتاجه من فيتامين د. انا مهما خدت من كالسيوم بدون فيتامين د ما رسبتش كالسيوم على بعض بيروح. دي معلومه بقى صادمه اعتقد مهم. لناس كتير ده خطير. في حد يقولك انا طول ما انا قاعد بشرب لبن طول ما انا قاعد فكر اللبن فيه فيتامين د بشرب البيض فيه فيتامين د بس الكميه قد ايه؟ والمواصفه برضو يا دكتور الموضوع ان انا افضل هشرب يوم ممكن ما اشربش تاني. اشربي لبن بالبيض كده على راي اخوك شحات ابو كف صعب قوي شحات ابو كف. المهم فانت النهارده بتتكلمي كولوسيس في فيتامين د اللي هيرسب لك كالسيوم عظم. الاطفال الصغيرين الكساح ولين العظام والدنيا دي هتجنبها خالص. الكبار وبالذات السيدات 40 45 سنه فتره انقطاع الطمس يقول لك ايه حمل ولاده ورضاع اسبوع كل شهر والمشروبات الغازيه اللي بتبلعوا بيها كل الاكل كل ده بيساوي هشاشه عظم. ده رجاله وستات يا دكتور مش احنا لوحدنا بنشرب مشروبات غازيه. مشروبات غازيه بس الباقي للستات بس عشان نبقى متفقين. حلو الكلام. فالنهارده بتتكلمي لازم اهتم بالكولوسيس من بدري عشان فيتامين د يرسب لي كالسيوم العظم. كمان يقول لك العضلات عندك تقلصات عضليه تشنجات عضليه والدنيا كل ده علاقته بفيتامين د. ففيتامين د موجود في الكولوسيس. الوهن والتعب والكسل والشتاء الواحد قاعد مفيش والنشر في عظمك يقول لك يا عظمك يا رضا على راي اخوك كريم عبد العزيز كل ده نقص فيتامين د. فاهتمامي بالكلوسيز اهتمامي بفيتامين د اللي موجود في الكلوسيز هيقيني من ده كله. فيتامين د اللي موجود في الكلوسيز يقول لك وقايه من سرطان ثدي بروستاتا قولون. يقول لك بياخدوه بره الفيتامين د اللي موجود في الكلوسيز كوقايه من الاكتئاب لانه برو هرمون. فبتتكلم دي اهم نقطه بقى طبعا موضوع الاكتئاب. الاكتئاب الموسمي ولا الاكتئاب بتاع اليومين دول ولا الاكتئاب بتاع الامتحانات الدراسه وانا عارف بتزعقي وبشوف بتزعقي كل امتك اكيد عارفين حالتي يعني بشوفك وانت بتكلمي مع التليفون. فانت النهارده بتتكلمي فيتامين د اللي موجود في كلوسيس مهم جدا. ده فيتامين د اللي موجود في كلوسيس يقول لك الحرب او الايض او التمثيل الغذائي تلاقي المدام او الانسه جسمها كويس جدا تلاقي الحته دي بتاعت البطن والارداف مختلفه عن باقي شكل الجسم. ففيتامين د الموجود في كلوسيس هيساعد على هذا الحرق. تتكلمي كمان يقول لك فيتامين د وقصته في انه بيظبط مستوى السكر لمريض السكر من نوع تاني. انت عارف مريض السكر نوعين نوع اولاني بياخد انسولين بنكرياس ما فيش خالص او النوع التاني البنكرياس مش قادر يدي الانسولين كفايه. تتكلمي هذا المريض السكر النوع التاني اللي هو ابو قراص بالبلدي زي حالاتي يعني ما وصلش بيه الحال ان هو بقى البنكرياس ضرب خالص بياخد انسولين بالظبط. فيتامين د موجود في الكلوسيس بيحفز البنكرياس على انتاج الانسولين فيظبط معاه مستوى السكر في الدم. كمان فيتامين د موجود في الكلوسيس مهم جدا لمريض الضغط. عيله كبيره من علاج مضادات الضغط العالي اسمها كالسيوم شانل بلوكر واتفقنا من شويه في علاقه وطيده ما بين فيتامين د والكالسيوم. شفتي بقى فوائد كلوسيس ثلاث مكونات اللي فيه فيتامين الف فيتامين د والاوميجا 3 قد ايه. اتكلمنا على المناعه اتكلمنا على القصه بين بره موضوع المناعه والقصه ومش مناعه كورونا بس مناعه ضد اي فيروس او ضد اي فيروس موجود. طب تعالي نتكلم هل الكلوسيس سعره اقتصادي؟ سعره اقتصادي جدا 14 جنيه وربع شريط علبه 3 شرايط 42 جنيه 75 قرش متوفر في كل الصيدليات توزيع شركه مصر للادويه الشركه المتحده للصيدله متوفر في كل الصيدليات لان الناس بتتخانق معاكي ومعايا وانا عارف لا شركتنا ايما دي وفرته في كل الصيدليات في مصر من شرقها لغربها او من اقصى انها زي ما بيقولوا. تتكلمي هو كمان معلومه ممكن الناس ما كنتش تعرفها او مش كل الناس تعرفها ان الكلوسيس موجود بقاله 18 سنه صح يا دكتور في الصيدليات فحاجه مش جديده بس احنا بنحاول دلوقتي ان احنا امهاتنا كانت بتديها لنا بالظبط بس يمكن انا كبير شويه على الكلوسيس انت اكيد لحقتي اكيد بس كان زي كبد الحوت يا دكتور بقى وكانت ماساه يعني زي كبد الحوت شرب هي دي مشكلته زي كبد الحوت شرب في كل الفايده ممتاز على عيني وعلى راسي بس مين يشربه بقى طعمه وريحته صعبه جدا خطيره خطيره لو ما رجعتيش منه انت ما خدتيش كميه احنا كافية. كبار اصلا ما نستحملوش ده انت بتفتحي بس عشان تقضي عشان كده بقول لك من سنه بتدي كلوسيس اكيد السنه ده انا مش هيبلع كبسوله ومفيش طعم. هي الفكره كمان يعني ان الكبسوله بيكون فيها نقطتين يا دوبك على هي دي الفكرة. عصير او ميه فخلاص مفيش اي طعم على عصير على لبن على زبادي على ميه مفيش مشكله مش هيحس بالطعم فانت دي تشيله الفايده من غير ما تاخدي اعراض او مساوئ زيت كبد الحوت الشرب لكل الفوائد اللي اتفقنا زي ما اتفقنا كلوسيس زيت كبد حوت بتساوي ان هو ملوش اي اعراض جانبيه ملوش اي حد من نوع ما بيتفاعلش مع اي علاج او روتين لازم كلنا نحطه في روتين حياتي اليومي انا واسرتي. اللي ما بس ما بياخدش كلوسيس هو الطفل تحت سن سنه ما بياخدش اي ادويه من ضمنها كلوسيس الام الحامل اول 3 شهور حامل ما تاخدش اي حاجه وكان من ضمنها كلوسيس انما زي ما اتفقنا الام الحامل بعد 3 شهور حامل لازم تستخدم كلوسيس مريض ضغط سكر كوليسترول لازم ياخد كلوسيس. تكلمي كل الفوائد اللي اتكلمنا عليها كمان كلوسيز وقايه من يجيلي سكر او يجيلي ضغط ازاي؟ قال الجامعه في الصين قالت ان البنكرياس ده اللي بيضرب ده بفيروس لا ده الكلوسيز علشان الاوميجا 3 اللي فيه بيدي حمايه لهذا البنكرياس من هذا الفيروس. كمان جامعه في
كندا قالت ان بيدي حمايه للقلب من امراض الضغط والقلب. فشفتي فوائد الاوميجا 3 وشفتي فوائد الكروسيز قد ايه عايزين كلنا نحطه في حياتنا اليوميه. يعني ان شاء الله الناس كلها يبقى حاجه ثابته في يومها او في حياتها، لان طبعا زي ما احنا دايما بنفكر الناس ان هو سعره اقتصادي جدا، سعر الشريط 14 جنيه وربع موجود في كل الصيدليات على يعني مستوى جمهوريه مصر العربيه كلها، مفيش مكان مش هتلاقوه في اي محافظه تلاقيه موجود. وبرده دايما بنفكركم ان احنا بناخد الصفحه الخاصه بكروسيز اند بروش عشان تقدروا تتواصلوا معاهم لو لا قدر الله يا دكتور ما لقوش في صيدليه معينه جنبهم. طبعا يتواصلوا مع الشركه عشان يقدروا يلاقوه بكل سهوله. نورتي يا دكتور، وان شاء الله يا رب دايما بتفيدنا كده معلوماتك الكتير، والناس كلها باذن الله تحاول نوصل لهم ان ثقافه المكمل الغذائي مش حاجه رفاهيه ابدا، خصوصا في ظل الظروف اللي احنا فيها، ويكمل معانا ان شاء الله بعد ما ربنا يرفع البلاء اللي موجود. ربنا يخليك. نورتي دكتور اكرم غانم مستشار الطبي لشركه AMD، نورتوني انتوا كمان. حلقه بسيطه جدا وسهله ان شاء الله، كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل مطبخ توتو مراد. الفيديو بينزل اول وبعد كده بننزل بوست المقادير اكيد بالصور. حلقه بسيطه مفيش ابسط من كده. هنعمل ايه؟ حاجه يعني سهله خالص، فطار كده وحضرتك ان شاء الله هتدوق، مش هسيبك تخرج من غير ما تدوق باذن الله. نورتوني، اشوفكم بكره على خير، وما تنسوش معانا تقرير مع دكتور مهتاب. السلام عليكم. رجعنا لكم بعد الفاصل، ما غبناش عليكم، معايا دكتور قمر دايما نوراني دكتور مهتاب. ازيك يا دكتور؟ ازيك، اخبارك ايه؟ تمام، يا رب دايما تكوني بخير. عايزين نتكلم النهارده باختصار عن بروش هير تونيك وازاي يقدر يفيدني ويحل لي كل مشاكل الشعر. انا عارفه ان اي حد بيعاني من مشكله في الشعر هيقدر بروش هير تونيك ان هو يقضي على كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها. ده حقيقي، لان هو بروش هير تونيك منتج مميز قوي، مليان مكونات كلها طبيعيه عشان تحل اكتر من مشكله من مشاكل الشعر. كلنا دايما بنحلم بشعرنا الناعم الطويل، ما فيهوش تساقط، ما فيهوش تقصف، شكله لامع، حتى ما يبقاش فيه مشكله زي مشكله القشره. بروش هير تونيك هيقدر يساعدني في ده عشان المكونات بتاعته مميزه جدا ان تحل كل مشكله لوحدها. خلينا سريعا نقولهم ايه مكونات بروش هير تونيك. هو مكون من فيتامين اي، خلاصه التفاح، فيتامين سي، كافيين، فانسينول، زيت السيليكون، وساليسيليك اسيد. نستعرض سريعا هما ممكن يعملوا ايه ويقدموا ايه للشعر. من اهم المشاكل اللي يقدر يحلها بروش هير تونيك هو مشكله تساقط الشعر، وده بفضل فيتامين اي الموجود، بيجدد الخلايا، بيجدد الخلايا بتاعت الشعر، ويديله لمعان وقوه، ويديله تغذيه حلوه جدا. بروش هير تونيك كمان غني بفيتامين سي اللي موجود في خلاصه التفاح، وخلاصه التفاح من زمان معروفه ان هي بتقدر تحافظ لي على شعر من القشره او فروه الراس، تحميها من القشره، لان هي بتحمي اي عدوى ممكن تحصل لفروه الراس سواء بكتيريا او فيروسات. كمان بتحافظ لي على الشعر ناعم وملمسه طري، يعني انا اقدر احافظ على شعر من القشره في نفس الوقت ما ينشفش مني واحس ان هو دايماً بقى اي حاجه بتعالج القشره بيكون ليها عرض جانبي، موضوع ان الشعر بينشف جدا، يعني حتى لو حد شعره ناعم كان هو انا قضيت على القشره بس شعري بقى شكله وحش جدا، فبتكون مشكله كبيره ان هو يعمل يعني زي معادله كده، موازنه بين الاثنين، هو يتخلص من القشره في نفس الوقت شعره ما يكونش فيه اي مشكله. ده حقيقي. وبروش هير تونيك هيقدر انه يحافظ لي على التوازن ده، يديني نعومه شعر، يحافظ لي على الشعر من القشره، مش بس خلاصه التفاح، كمان الساليسيليك اسيد بيحافظ على الشعر او فروه الراس من القشره، برده بيحمي لي من اي عدوى ممكن تحصل في فروه الراس، لان اصلا القشره من ضمن الاسباب المهم قوي يعالجها، مش بس جمالا، كمان عشان هي اصلا من ضمن اسباب تساقط الشعر. ما لو حد بيعاني من قشره ومده طويله ممكن تكون هي دي سبب من اسباب تساقط شعره، ما لازم نعالجها وندي التغذيه المناسبه عشان تحسن له الدوره الدمويه في فروه راسه. بروش هير تونيك كمان بخلاصه الكافيين هيديني زياده الدوره الدمويه في فروه الراس، يزود لي التغذيه، حتى التغذيه اللي انا باخدها من الداخل هقدر استفيد منها اكتر، لان ده معناه ان الدم اللي واصل لفروه الراس هيقدر يبقى واصل اكتر، يديني بصيله شعر اقوى. كمان الفانتينول في بروش هير تونيك هيديني ترطيب قوي جدا للشعر، هيحافظ لي على الشعر من التقصف، يديني لمعه حلوه للشعر. كل دي حاجات احنا كلنا بنبقى عايزينها، يعني دي سات كامله او مجموعه كامله من الحاجات عشان في الاخر تديني مظهر شعر الصحي اللي كلنا عايزينه. كمان بروش هير تونيك عنده زيت السيليكون، كل السيرمز بتاعت الشعر المستخدمه بيبقى دايما فيها زيت السيليكون، ده عشان بيحمي الشعر من الحراره.
كمان بيدي شعر لمعه لطيفه للناس اللي هي بقى دايما بتجد شعرها بتبقى دايما عايزه تعمله بمصففات الشعر السشوار والبيبيليس. ما عشان الناس اللي بتعمل كده عارفه ان لازم تستخدم منتجات معينه بتبقى معروفه أكيد. عشان تقدر تعمل ده بصفه دوريه مستمره يعني هي طول حياتها هي معتمده على ده يعني يعتبر اسبوعين بيكون مره او اتنين بتعمل شعرها بالزبط. فبيكون شعرها في الاخر بيكون ضعيف جدا بيفقد الرطوبه بتاعته ينشف جدا. ان السشوار البيبي ليز من الحاجات اللي تقدر تعمل جفاف للشعر. بروشر تونيك هيقدر بقى يحافظ لي على الشعر من الجفاف ده ويحمي لي الشعر من الحراره. وبالتالي هي زي ما انت شفتي كده مجموعه المشاكل كلها سواء تساقط جفاف تقصف قشره بروشر تونيك قدر ان هو يحلها بشكل كويس. يعني اي مشكله حد بيعاني منها الشعر سواء قشره او ان الشعر هايش او في تقصيف او جاف كل الحاجات دي هتكون حلها في بروشر تونيك. فيقدروا ان شاء الله ان هم يجربوه يشوفوا قد ايه فعاليته للشعر وان هم هيلاحظوا النتيجه في مده قليله ودي ميزه كويسه جدا عشان يقدروا يعني يشوفوا نتيجه سريعه فيحسوا بتغيير. موجود طبعا في كل الصيدليات عشان طبعاً. يقدروا يلاقوه بكل سهوله على مستوى الجمهوريه ان شاء الله كلهم يتواصلوا مع الصيدليات ويقدروا ان هم يلاقوه على طول. نورتيني يا دكتور وان شاء الله يا رب لينا حلقات جايه كتير مع بعض. نورتيني نورتوني. حلقه سهله جدا وبسيطه ان شاء الله كل حاجه تنزل على صفحتي بالتفصيل. مطبخ توته مراد اشوفكم بكره على خير. السلام عليكم.